الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل والهنا والسعادة والياسمين. النهاردة نزلنا السوق، جبنا شوية حاجات كده اهوت بسيطة مش كتير. والله أنا نازلة عشان خاطر أجيب شوية طماطم، أنا عندي طماطم مفرزاها في الفريزر، بس طبعا الطماطم بالذات مش بنستغنى عنها، وبالذات في شهر 4 الطماطم بتشد وبتبقى مش حلوة ومش مسكرة، فالنوعية دي من الطماطم بتبقى جميلة قوي قوي، فانا قلت اجيب شوية هفرزهم زي ما هما كده، مجرد ان انا هغسلها وهشيل القمع اللي هنا دوت واغسلها كويس قوي وهشيلها. وبالنسبة للبطاطس طبعا مش بنستغنى عنها، النوعية دي من البطاطس بحبها قوي، بتبقى جميلة قوي قوي في القلية ومش بتطرى وبتبقى مقرمشة، يعني البطاطس دي بتاعت الشيبسي اصلا، النوعية دي جميلة قوي قوي بصراحة. عشان تحفظي البطاطس دي طبعا انا بحطها في كرتونة كده هو تحت رخامة، يفضل تحفظيها في كرتونة مش في حاجة مقفولة ولا حاجة بلاستيك، لا الكرتونة هي اللي بتحفظها. ولو عندك شوية قش كده حطيهم فوق الوش، ما عندكيش في بواقي من الطينة اللي هي ديت مثلا بتبقى في الاكياس بتاعت البطاطس او حاجة، حطيها عليها كده فوق الوش ما فيهاش اي مشكلة اهي بالشكل دوت. هنحط طبعا، هنفضي البطاطس دي كلها في قلب الكرتونة، وهعمل فتحات هنا اهوت كده لان دي كمية طبعا كبيرة، ممكن الكرتونة دي ما تكفيش اجيب كرتونة اكبر وافضي فيها لان دي كمية بطاطس كبيرة حوالي 7 كيلو غير دول، فانا ممكن اجيب كرتونة يعني اكبر من دي، ولو في قش حطيه. مفيش عندك طينة بتاعت زرع، يعني البطاطس بتتحفظ بالقش او بالطينة، وتنقي البطاطساية اللي هي تبقى ناشفة كده هوت مش طرية، دي بطاطس التخزين اللي هي بتبقى الطينة دي بتتخزن، وفي برضو بتبقى صحراوية بتتخزن، بس دي بتبقى افضل بيبقى طعمها حلو قوي قوي. يلا بينا بقى نغسل الطماطم كده هو، نشوف بقية الحاجة اللي احنا جبناها. طبعا الخضرة مفيش بيت بيستغنى عنها، انا بجيب كمية الخضرة وبتقعد معايا اكتر من اسبوع مش بيحصل لها حاجة، انا عاملاها معاكم على على القناة عندي ازاي تحتفظي بالخضرة فترة طويلة في درج التلاجة من تحت من غير ما يحصل لها حاجة. وطبعا قبل رمضان بيومين لازم نحدق الفسيخ، سردين، رنجة، حاجات من دي. انا يعني بملح الفسيخ في البيت بس يعني ما حصلش نصيب، فاتني الوقت اللي انا ما ملحش، فالاولاد قالوا لازم فسيخ النهارده يعني نختموا شعبان كده هوت بحاجات حادقه، لاني هنقعد طبعا طول شهر رمضان مش هينفع ولا فسيخ ولا رنجة ولا حاجات من دي. نعيشنا بقى كل سنة وانتم طيبين. على العيد يعني 20 رمضان كده او 15 رمضان هبدأ املح الفسيخ معاكم، وطبعا الليمون. يلا بينا بقى كده اهوت عشان ما اطولش عليكم، هنغسل الطماطم دي كده اهو. هغسل الطماطم، كل اللي انا هعمله ان انا هشيل القمع الاخضر دوت وهغسلها وهشيلها زي ما هي كده. انت طبعا لو ما فيش عندك مكان في الفريزر ممكن تقطعيها طرنشات، تقطعيها قطع صغيره، بس انا عن نفسي هشيلها، يعني انا عندي درج مخصصة للطماطم ودرج للخضار، فانا هشيلها بالشكل دوت كده سليمة زي ما هي. كل اللي انا هعمله هشيل زي ما قلت لكم القمع دوت وهغسلها كويس قوي. انا ما بحبش اجيب الطماطمية الكبيرة دي، بس بقى اللي لقيتها قدام مني في السوق، يعني الطماطم الحلوة اللي هي الصغيرة الحجم الصغير، ما بحبش اجيب الحجم الكبير ده، فبصراحة لقيتها حمرة يعني مش حلوة وما فيهاش اي حاجة. زي ما قلت لكم الطماطم هتشد، تحاولي تجيبي كمية كده من الطماطم وتعمليها صلصة، تعمليها تشيليها زي ما تشيليها، المهم الطماطم بتشد في شهر 4، واحنا هو في بداية شهر 4 يعني هتبدأ بقى ان هي تشد شوية، فبدل ما تشتريها وهي غالية لا حاولي جيبي كمية كده اهوت، سبكيها وشيليها، اعمليها بالطريقة دي، الطريقة اللي تريحك شيليها، يعني تشيلي الطماطم بالطريقة اللي تريحك بيها. في كل يعني كل حد معتاد على طماطم على نوعية كده من التفريزات بتاعته اللي بيرتاح لها، انا عن نفسي بعملها كده اهوت، بعمل كمية كده بشيلها زي ما هي، لاني ساعات بحتاج
لطماطم ني في ني، اعمل خضار ني في ني، او محتاجه طماطم ما تكونش متسبكه، فبطلعها وبضربها في الخلاط على طول وبتبقى معايا فريش وجميله بصراحه. فانا هنعمل الطماطم دي وهنرجع مع بعض عشان ما اطولش عليكم. طماطم حلوه قوي، يلا بينا نعبيها في الاكياس. وحاولي طالما هتخزني طماطم لازم تجيبي الطماطميه النظيفه، يعني الطماطم اللي هتشيليها صلصه او هتشيليها كده اهوت تجيبيها من الطماطم النظيفه، مش تجيبي الطماطم اللي هي مثلا هتشيلي نصها بايظ. لا، الطماطميه طالما فيها حته مش كويسه بايظه بتبقى كلها بايظه. فانا كل اللي شلته منها القماع فقط لا غير. يلا بينا بقى ايه نعبيها في الاكياس حسب الكميه اللي انت هتستهلكيها في اطياف الكيس بتاعك. هتحطي مثلا نص كيلو، هتحطي كيلو، على حسب، كيلو الا ربع كده، بحيث تطلعي كميه الطماطم بتاعتي كده هو. طبعا لو انت الفليزر بتاعك صغير تقطعيها قطع صغيره، تقطعي الطماطم على اربعه ما فيهاش اي مشكله. اهو بالشكل ده كده يعني الطماطم بالذات من الحاجه الوحيده اللي ما فيش بيت يستغنى عنها. فانت حاولي جيبي كده اهوت كميه حلوه كده اهوت وشيليها. اي وقت الطماطم هتغلى فيه هتلاقي الطماطم موجوده عندك. هنشيل الطماطم دي كده اهوت في الديب فريزر، والبطاطس بتاعتنا انا حطيتها كلها في الكرتونه دي. طبعا هشوف شويه قش عند بتاع الخضروات واحطهم كده، بس عايزه كرتونه كبيره فانا يعني هشوف كرتونه اكبر وهغطيهم بالقش. يعني البطاطس ما تحطهاش في البلكونه، ما تحطهاش في مكان فيه نور، ما تحطهاش في مكان فيه شمس، فانا بحطها تحت الرخامه كده اهوت طبعا جوه الدولاب، وبتقعد معايا بتبقى زي الفل مش بيحصل لها حاجه. ومن وقت للتاني ابص فيها لان ممكن تكون من تحت بطاطسايه تالفه تبوظ لي كل البطاطس، فنخلي بالنا من النقطه دي. يلا بينا بقى نعمله الفسيخ بتاعنا. قلب الكيس كده انا بنضفه بالشكل ده بحيث القشر بتاعه اللي هو فوق يبقى في قلب الكيس وما يتنطورش بره. شايفين ولا واحده بتطلع بره الكيس اهو بالشكل ده اهو بالطريقه دي. في ناس بتبحتر وبتبهدل الدنيا، لا وهو في قلب الكيس كده اهو تنضفيه اهو بالشكل ده كده. نبدا ايه، انا طبعا شلت الشوك بتاعه القشر اللي هو بيبقى من فوق ده، والسكينه صعبه قوي بصراحه. انا بصراحه بحب اجيبه وانضفه بايدي في البيت، مش بحب اعمله بره ومش بحب اخليه، لا يعني بحب الواحده كده اقسمها على اتنين او على تلاته لو كبيره بالشكل ده. ننضف البطن بتاعته كويس قوي. نقسمها على اتنين كده. لا السكينة صعبة قوي او الشوك بتاعه جامد زيادة عن اللزوم. اهو بالشكل ده كده. اهو بالشكل ده كده وهقسمها نصين بالمقص. حتى المقص مش مساعدني كمان. اهو بالشكل ده كده اهو كده. ننضف برضو ايه البطن خالص كده، لو فيها اي حاجة غامقة لازم تتحط في قلب الطبق وهي نظيفة وزي الفل. اهو بالشكل ده كده السردين والفسيخ بتاعنا بالشكل دوت. وطبعا لازم البصل الاخضر بالشكل ده، طبعا لازم يتعصر ليمون ويتحط زيت اللي يحب زيت اللي يحب خل بالشكل دوت كده. انا بحب اعصر على كل حته ليمونه بالشكل دوت كده وبالهنا والشفا. طبعا دوت فاضل يومين على رمضان، كل عام وانتم بخير اللهم بلغنا رمضان. فده ما ينفعش يتاكل قبل السحور، انا احنا عملناه النهارده غدا عشان فاضل يومين على رمضان.
يا ريت بقى لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغنا رمضان وكل عام وانتم بخير، ويعود علينا الأيام بخير يا رب.